بالظبط. شخص عشت معاه فترة بسيطة أقول ده حبيبي وأنا بحبه، بالظبط. شخص كان زميلي في العمل أتسرع بسرعة وأقول ده صديقي أو صديقتي، ده حد قريب مني جدا، حد كلوزد معايا. مشكلتنا إن إحنا بنتسرع في الحكم على الأشخاص. مظبوط. لازم زي ما سهى قالت وزي ما أنت قلتي يا إيمي، أمر معاه بمواقف كتيرة بمصلحة، أمر معاه بوقت بمشكلة أنا في ضيقة فيها، هيساعدني، هيكون بجواري، هيكون في ظهري، بالظبط. هيكون جنبي، مظبوط. ساعتها أحكم على الشخص ده إن هو فعلا الشخص ده أقول عليه صديقي. ليه؟ ليه دايما لازم نتأنى أو نتريث في الحكم على الشخص اللي قدامنا؟ عشان إحنا في الآخر اللي بنتجرح، إحنا في بالظبط الآخر اللي بالظبط. بنتأذي. زي ما بيقولوا كده، الطعنة اللي بتيجي من عدوك بتجرح جسمك، لكن الطعنة اللي بتيجي من حبيبك أو صديقك بتجرح قلبك.